يلا بقى يا طماطم علشان نحضر الفول بتاع السحور. يلا يا بوجي، انت متأكد انك هتعرف تعمل الفول؟ طبعا طبعا متأكد، ده انا شاطر قوي في عمايل الفول، ده انا حطيته في مية من بالليل. يا سلام يا بوجي، ده هيبقى حلو قوي. متأكد يا بوجي ان هو هيبقى حلو؟ اسمعي الكلام يا بنتي، ده انا شاطر طول عمري وهعمل لكم الفول بتاع السحور. طيب يا بوجي اما نشوف. وهنا بقى هنحط الدماسة بتاعت الفول وهنولع عليها النار علشان المية تغلي. يا سلام، وهنا بقى صفينا الفول. يلا يا بوجي هنعمل ايه بعد كده؟ هقولك دلوقتي، هنستنى بس المية تغلي وبعد كده. المية غليت يا بوجي. طيب حاضر، هاتي بقى الفول يلا اما نحطه علشان نعمل احلى فول. يا سلام، المية غليت وانا قاعد على البوتاجاز. يا سلام، يلا يا بوجي يلا نحط الفول. ادي الفول بعد ما بليناه، وشوية عدس وبصل وطماطم وكمان توم. يا سلام، انا بحب الفول بالطريقة دي. هنحط الفول في هنا حبة بحبة، بالراحة يا اصحابي علشان ما نوقعوش كله. هنحطه حبة بحبة. اول سحور رمضان يا بوجي، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانتوا طيبين يا كل اصحابنا. يا سلام، حلوة قعدة البوتاجاز دي، الواحد قاعد على البوتاجاز ومية مية. دلوقتي هنحط الطماطم وكمان هنحط البصل. هات البصل يا طماطم. حاضر، هات البصل يلا علشان نحطه في الفول. ادي البصل وكمان ايه، التوم. فين التوم؟ استنى هجيب لك التوم اهو. انا طول عمري شاطر في المطبخ يا اصحابي. ادي التوم علشان يبقى ريحته حلوه كده وجميل. وهحط بقى شويه عدس علشان يبقى الفول لونه اصفر زي اللي بنجيبه من عند العربيه بتاعه الفول. حط العدس يا بوجي بالراحه. يا خبر، انا وقعت العدس يا طماطم، طماطم هتبهدلني. كده يا بوجي بهدلت العدس كله ووقعته على البوتاجاز. انا اسف يا طماطم، هلمه حباية حباية. طب يلا بسرعة يا بوجي لم كله. خلاص ماشي، انا اسف، انا مش هخلي اي حاجة مش نظيفة في المطبخ، هنضف كل المطبخ. اما نشوف يا بوجي، انا قلت ان انت فاشل ومش هتعرف تعمل الفول. لا 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 لا، ما تغلطيش فيا، ده انا شاطر خالص وهعمل احلى طبق فول. صح يا اصحابي، يلا بقى علشان نغطي الفول علشان يستوي. حاضر يا طماطم، يلا نغطي بقى. يا سلام، وهنستنى كده بقى على الفول كام ساعة كده على ما يستوي ونهدي عليه النار. طب يلا تعالى يا بوجي، ورانا حاجات كتير في البيت عايزين نعملها على ما الفول يستوي. طيب يلا يا طماطم. وهنا بقى الفول استوى، تعالوا بقى شوفوا شكل الفول بتاع بوجي، ده انا برضو بوجي وشاطر. شوفوا بقى طالع بخار وسخن وحلو ازاي، استنوا هوريكم. يا سلام، احلى شوية فول تاكلهم من عند بوجي. تعالوا بقى علشان تجربوا الفول بتاعي. يا سلام يا بوجي، ريحته حلوة قوي الفول بتاع السحور ده. هتحضر لنا السحور يا بوجي ولا هتضحك علينا وناكل الفول كده؟ لا طبعا يا طماطم، مش هضحك عليكي خالص، ده انا احسن واحد يعمل فول. شايفة الفول يا طماطم؟ يلا بقى حضري العيش علشان اعمل لكم الفول. بقول لكم ايه يا اصحابي، الفول ده عايز حلقه مخصوص علشان اعمل لكم الطريقه. لو عاوزين يا اصحابي الطريقه قولوا لي في التعليقات وانا انزل لكم بحلقه مخصوص. يا سلام على طبق الفول. فين العيش يا طماطم؟ برضو نسيت العيش، ده فاضل حبه صغيرين على الفجر وانا جعان قوي. يلا بقى يا اصحابي، لو عجبكم الفول قولوا لي في التعليقات علشان اقول لكم طريقه الفول ده على طريقه بوجي. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للفيديو ده علشان ما ازعلش منكم خالص. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا اصحابي، مع السلامه.